القائد العام المشير خليفة حفتر يصدر تعليمات باستئناف تصدير النفط بشروط. حرس المنشآت النفطية يصدر تعليماته للشركات النفطية بتصدير النفط بناء على تعليمات القائد العام. القوات المسلحة والأجهزة الأمنية بطبرق تخلص مهاجرين غير قانونيين من أسر عصابة تهري. نشرة الأخبار من قناة ليبيا الحدث، أهلا بكم مشاهدينا. أكد القائد العام للقوات المسلحة المشير خليفة حفتر استئناف تصدير النفط مع كامل الشروط والتدابير الإجرائية اللازمة التي تضمن توزيعا عادلا لعائداتها، كما شدد على عدم توظيفها لدعم الإرهاب أو تعرضها لعمليات السطو والنهب، وكذلك كضمانات لمواصلة عمليات الإنتاج والتصدير. إن القيادة العامة للقوات المسلحة في ظل ما يعانيه المواطن من تدني في المستوى المعيشي والاقتصادي على وجه الخصوص تغض الطرف عن كل الاعتبارات السياسية والعسكرية التي تتخطى معاناة المواطن وتقرر نيابة عن مفوضيها واستجابة للدوافع الوطنية ولحاجات المواطنين الملحة. تقرر استئناف إنتاج وتصدير نفط مع كامل الشروط والتدابير الإجرائية اللازمة التي تضمن توزيعا عادلا لعائداتها المالية وعدم توظيفها لدعم الإرهاب أو تعرضها لعمليات السطو والنهب كضمانات لمواصلة عمليات الإنتاج والتصدير، حريصين على أن يؤدي ذلك إلى تحسين المستوى المعيشي للمواطنين. كما جدد القائد العام للقوات المسلحة المشير خليفة حفتر تأكيده أن الجيش الوطني سيظل دائما على مبادئه الوطنية الثابتة التي تقدس أرواح ودماء شهداء ثورة الكرامة وتضع مصلحة الوطن والمواطن فوق كل اعتبار. وكما عهدتم قواتكم المسلحة وهي تواجه التحديات الكبرى وتقدم التضحيات الجسام، ستظل دائما على مبادئها الوطنية الثابتة التي تقدس أرواح ودماء شهداء ثورة الكرامة وتضع مصلحة الوطن والمواطن فوق كل اعتبار. والمحور الركيز لأي حوار أو تفاوض فلا تفريط في المكاسب التي دفع جنودنا الأبطال أرواحهم ثمنا لها، ولا تنازل أو مساومة على كرامة الليبيين وسيادتهم فوق أرضهم، ولا مكان للمستعمرين والإرهابيين في بلادنا. وسنقاتل من أجل الحفاظ على وحدة ليبيا ما داما في عروقنا نبض حياة، ولا نتردد في تقديم التنازل بكامل الثقة والرضا فيما دون ذلك ما دام المستفيد هو شعبنا العظيم، وما دام يحقق للشعب تحسنا في وضعه المعيشي دون المساس بالثروات او بالثوابت الوطنية الراسخة التي قاتلنا ونقاتل من اجلها وقدمنا في سبيلها قوافل الشهداء والجرحى. وأوضح القائد العام ان جميع المبادرات التي يعلن عنها بين الحين والاخر تحت شعارات التسوية الشاملة ومعالجة الأزمة انتهت جميعها بالفشل الذريع، ولم يعد للمواطن مجال ليثق في المزيد منها. إن جميع المبادرات التي يعلن عنها بين الحين والآخر من هنا وهناك تحت شعارات التسوية الشاملة ومعالجة الأزمة انتهت جميعها بالفشل الذريع، ولم يعد للمواطن مجال ليثق في المزيد منها، لأنها لا تعمل إلا لإطالة أمد الأزمة وتعقيدها.
ولا تحترف بحق الشعب في تقرير مصيره بإرادته الحرة، ولا تكترث إلا بتقاسم السلطة بين المتصارعين عليها، وخلت مضامينها من أدنى اهتمام بحقوق المواطن وحاجاته، ولم نلمس على أرض الواقع عقب كل تلك المبادرات المنمقة وما تأسس عليها من مؤتمرات محلية ودولية، وما كانت تحظى به من ترحيب صاخب، لم نلمس أدنى درجات التقدم نحو واقع أفضل. إلا المواطن الليبي يصرخ ويئن، ينام ويصحى على الشقاء والتعاسة والتشرد والبؤس بعد أن تم بلورة الأزمة برمتها وحصرها في صراع سياسي أحمق تخوضه زمرة من الطامحين المتطلعين إلى السلطة بأي ثمن، وإن كان على حساب حاضر ومستقبل الشعب بكامله، دون أي مراعاة لحقوق المواطن وحاجاتهم المعيشية. فأهملت تلك المبادرات القضية الكبرى والأهم، وهي معاناة المواطن الليبي التي تفاقمت إلى مستوى غير مسبوق جراء الصراع المنفلت المجنون على حساب السلطة. أصدر جهاز حرس المنشآت النفطية تعليماته لجميع الشركات النفطية التابعة للمؤسسة الوطنية للنفط باستئناف تصدير النفط بعد قرار القائد العام للقوات المسلحة المشير خليفة حفتر بشأن تصدير النفط. وأوضح حرس المنشآت النفطية أن عملية استئناف تصدير حقول موانئ نفطية اعتبارا من اليوم يأتي هذا عقب كلمة القائد العام والذي أعلن فيها إعادة تصدير النفط بشروط ومراعاة دولية. ينضم إلينا الآن المحلل السياسي عثمان البوصيفي. بداية نرحب بك في نشرة الأخبار من قناة ليبيا الحدث، وأنتقل معك عن كلمة القائد العام التي تحدث فيها عن عدة نقاط أبرزها هي إعادة واستئناف تصدير النفط بشروط وضوابط لازمة لضمان إعادة توزيع. كيف تراقب هذه الكلمة وما هي الرسالة الضمنية التي تحويها؟ اهلا وسهلا بك اخ عبد القادر وبكل متتبعي قناه ليبيا الحدث. كل الليبيين استمعوا وشاهدوا كلمه القائد العام بخصوص اعاده استئناف تصدير النفط، واكد الحقيقه العديد من الرسائل سياده المشير في هذا البيان الرائع الذي يعني جاء عن كل ما يجوب في خواطر الليبيين. دائما سيادة المشير عندما يتحدث بنبض الشارع، باسم المواطن، بثقة الشارع فيها التي نحن طبعا بكل تأكيد وأنا أحد المواطنين محناها للقائد العام. القائد العام النفط أو بمعنى أصح يعني قفل الموانئ النفطية ما جاء إلا لأن هذه الإيرادات التي كان من المفترض والتي يجب أن تكون في عوائد وخزائن الدولة الليبية، ويتم تقسيم هذه العائدات على كل الليبيين بالتساوي، ولكن كل العالم شاهد أين تذهب ثروات الليبيين إلى المرتزقة والصرف بالدولار على قتلة جلبهم فائز السراج للدولة الليبية. فأكد القائد العام بأن سيتم استئناف تصدير النفط وفقا للثوابت الوطنية، ومعنى الثوابت الوطنية أي بمعنى كل هذه العائدات يجب أن تعود على المواطن الليبي وعلى الأرض الليبية فقط، يعني ما غير سوى الشعب الليبي لن يطمع أي شخص آخر بالسرقة والنهب من عائدات الموارد النفطية. فأكد القائد العام أن عملية الاستئناف لم تأتي إلا لتحسين المستوى المعيشي للمواطن الليبي، وليضع النقاط على الحروف للحد من عملية اهدار وسرق هذه الثروات النفطية. كذلك أكد سيادة القائد العام بأنه متابع يعني بكل دقة لما يحدث داخل الشارع الليبي، متابع لمعاناة المواطن، متابع لما آلت إليه هذه الاتفاقات السياسية السيئة التي أصبحت كما قال القائد العام وهي بالفعل أصبحت لم تعبر إلا عن إرادة شخوصها ولم تعد تعبر عن إرادة الليبيين، لأن الذي يتحدث باسم الليبيين يجب أن يتحدث بمعاناتهم وبمتطلباتهم يعني كل ويصيغ إلى مطالبهم
الشرعية سيادة المشير في الحقيقة، رغم أن دائما يقولون بأن المؤسسة العسكرية هي ضد الحياة المدنية، وهذا كلام غير صحيح. بل أثبتت اليوم المؤسسة العسكرية داخل الأرض الليبية بأنها دائما هي من تعطي البراح الديمقراطي، هي دائما رغم أنها مؤسسة عسكرية ولكنها دائما تتحدث باسم نبض الشارع ولا تعد بخطوات ولم تنفذها إلى الشعب الليبي، بل دائما كانت عند وعودها وعند يعني ثقة الشارع فيها. على العكس مما رأيناه من السياسيين، السياسيين أصبحوا يجلسون على طاولة الحوار وعلى التفاوض ويفاوضون في أمور الشعب الليبي غير راغب فيها، غير موافق عليها، وهم دائما لا يستشيرون الشارع، يجلسون ويتفاوضون باسم الدولة الليبية وكأن ليبيا أصبحت حكرا عليهم فقط، ويضربون برأي مواطن وبمتطلبات المواطن عرض الحائط، وهذا أمر. هذا يقودنا إلى نقطة أخرى أستاذ عثمان. تحدث عن المشير خليفة حفتر، قال إن جميع المبادرات التي يعلن عنها بين الحين والآخر هي تحت شعارات التسوية الشاملة ومعالجة الأزمة انتهت جميعها بالفشل الذريع. كيف تقرأ ما بين سطور هذه الكلمة؟ أنا وضحت لك بأن هذه المبادرات لماذا باءت بها الفشل؟ باءت بها الفشل لأنها لم تتحاور باسم الشارع، لم تتحاور بما يريده الليبيين فعلا من أرض الواقع، هي تتحاور وفقا لما تراها الرؤى الدولية التي دائما يعني عكس رغبات الشعب الليبي وعكس تطلعات الشعب الليبي. عندما تجلس هذه الأجسام السياسية يفترض أن تحاور بما يريده شعبها، بما يريده الشارع، بما يريده المواطن، ولا تتحدث باسمك أنت أو باسم المبادرة التي أتت إليك من الخارج. فلهذا سئم الشارع الليبي، ونراه بين الحين والآخر يذهب في مظاهرات في الشارع، وكل هذه المظاهرات التي خرجت في الشارع وتردي الحياة المجتمعية وتردي المستوى المعيش الذي وصل لها المواطن الليبي من نتاج ماذا؟ من نتاج هذه الجلسات الغير صحيحة التي لم تخرج من نبض الشارع. لذلك الفرق ما بين لماذا يثق المواطن في المؤسسة العسكرية أكثر من ثقته في الأجسام السياسية التي تمثله، لأن المؤسسة العسكرية تعبر بالفعل عن إرادة الليبيين وتعبر بالفعل عن الثوابت الوطنية، على عكس ما نراه من بعض الأشخاص السياسيين. ونحن لا نعمم عليهم، لا نعمم على الكل، ولكن أصبح جزء منهم يمثلنا وجزء منهم أصبح يتحدث باسمه لا يتحدث باسم ما يريده الشارع. إذن اليوم بصفتي مواطن وليس كمداخل معك، بصفتي كأستاذ علوم سياسية، أنا كأحد مواطنين الدولة الليبية حقيقة لا تزال ثقتي مستمرة في المؤسسة العسكرية، وأي شعب في العالم لا يثق إلا في الجسم الذي يعبر بإرادته وبلسانه ولا يعبر بإرادة الغير وبما هو خارج الحدود السياسية للدولة الليبية. نعم. الأستاذ عثمان البوسيفي كنت معنا عبر الهاتف، شكرا جزيلا لك. أيضا ينضم إلينا مراسلنا في مدينة بنغازي عطية العبيدي مباشرة الآن. مرحبا بك عطية. أهلا بك زميلي عبد القادر. نعم، هل لك أن تضعنا أو تطلعنا على ردود أفعال الشارع الليبي الآن بخصوص الكلمة التي قام بها أو ألقاها المشير خليفة حفتر، والذي تحدث عن إعادة وتصدير النفط بثوابت وطنية وهي توزيع عادل لثروات النفط؟ أولا أحييك مرة أخرى عبد القادر. ردود الأفعال هنا يعني رائعة جدا، أعجبتهم كلمة القائد العام للقوات المسلحة. القائد العام للقوات المسلحة أثنى على وحي الشعب على صبره، على صبره جسامه ووقوفه مع القوات المسلحة يدا بيد، وثورة الكرامة التي سقط من أجلها العديد من الشهداء والجرحى. والقائد العام للقوات المسلحة أكد أن القوات المسلحة أن قوات المسلحة عفوا أن قوات المسلحة ستكون هي الحصن الحصين لليبيا وسيادة ليبيا، وأنها ستكون نعم عطية نستمع إليك الآن. في مشكلة في الصوت. في مشكلة في الصوت. نعم. طيب، إلى حين معالجة هذه المشكلة سنعود إليك مجددا مراسلنا في بنغازي عطية العبيدي. نعم.
ذكر بيان نشره موقع سايت الذي يرصد مواقع الإرهابيين على الإنترنت أن تنظيم داعش أعلن مسؤولية الجماعة التابعة له في غرب أفريقيا عن قتل 6 من موظفي الإغاثة الفرنسيين، وهي العملية التي جرت في 9 أغسطس الماضي. ويأتي إعلان التنظيم عن مقتل الموظفين الفرنسيين بعد العملية الأمنية التي قامت بها وحدات القوات المسلحة ضد داعش في مدينة سبها وقتل أميرها في ليبيا ومقتل مجموعة من الإرهابيين من عدة جنسيات أخرى في ضربة استباقية محكمة ودقيقة. نعود مجددا إلى مراسلنا في مدينة بنغازي عطية العبيدي لربما تم إصلاح هذه المشكلة في الصوت من قبل الزملاء. أعود إليك مجددا عطية ليفتح لك المجال عن الحديث عن ردود الأفعال من قبل الشارع الليبي حول كلمة المشير خليفة حفتر والتي أعلن فيها إعادة استئناف تصدير النفط مقابل أو مع كامل الشروط والتدابير الاحترازية أو الإجرائية اللازمة التي تضمن توزيع عادل لثروات النفط. نعم، ردود الأفعال هنا يعني رائعة كما قلت لك في السابق. الناس فرحوا بكلمة المشير القائد العام للقوات المسلحة المشير خليفة حفتر بإعادة تصدير النفط بثوابت وبتوزيع عادل مما يضمن حق المواطنين كافة دون تهميش دون أي تسييس لهذه المؤسسة الوطنية التي تضمن حقوق كافة الشعب الليبي دون أي تحيز من طرف إلى آخر. وكذلك تحدث القائد العام عن المبادرات السياسية التي باءت بالفشل والتي هي ربما تؤجج الصراع لا تهدي هذا الحديث وتبرور المشكلة السياسية هنا في داخل الوسط الليبي وتبرور لأطماع خارجية وأجندات خارجية. ربما كل هذا باين للعيان، الشعب الليبي واعي لكل شيء، هم يضعون المبادرات وفقا لمصالحهم الشخصية دون وضع حقوق الشعب ومصالح الشعب. وكذلك القائد العام للقوات المسلحة تحدث أنه سيكون هناك ضمان لكل توزيع الإيرادات والعائدات للشعب الليبي وكذلك تحديد سعر الصرف للدولار. نعم، معي أحد هنا المواطنين يمكن أن يتحدث لي عن قراره عن رأيه في إعادة فتح تصدير النفط بعد قرار القائد العام للقوات المسلحة. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. عبد اللطيف الجازوي أحد أبناء بنغازي والداعمين لدولة المؤسسات والقانون. نحن كأبناء الشعب الليبي نؤيد القرار الحكيم الذي اتخذه المشير كان حرب خليفة بالقاسم حفتر. كل التحية من بنغازي للمشير كان حرب خليفة بالقاسم حفتر ولكل الضباط وضباط صف والجنود، ونترحم على الشهداء الذين دفعوا بالآلاف لرو تراب ليبيا الغالي لمحاربة الإرهاب. المشير كان حرب خليفة بالقاسم حفتر جاء بمطلب شعبي وهو بالذهاب إلى بيته. نتذكر في 2012-2013 بعد الإرهاب الدولي تغول في السيطرة على مقدرات وعلى كافة المؤسسات في ليبيا، وهنا نتذكر الهجوم الغادر وراحوا الآلاف من الشهداء والمئات من الضباط وضباط الصف. نتذكر الثانوية الفنية، نتذكر الهجوم على الخارجية، نتذكر التطيح ومؤسساتنا وقتل نشطائنا بما فيهم الاستاذ عبد السلام المسماري والاستاذ مفتاح بوزيد والاستاذ سلوى بوقيس والكثيرين من النشطاء والاعلاميين والضباط الذين طلتهم ايادي الغدر وطلتهم ايادي الخونه والعملاء والمرتزقه. نعم. القرار الحكيم الذي اتخذه مشير كان حرب خليفه بالقاسم حفتر هو مطلب شعبي للضغط على اولئك الذين يتحكمون من خلف الأسوار المغلقة ومن خلف الحدود اللي هي متمثلة في الأمم المتحدة. والقرار الذي اتخذ سبب ضغط على المجتمع الدولي وإن شاء الله بيكون عائد على الشعب الليبي لضمان للتوزيع العادل للثروات ما كيف بين أبناء برقة وأبناء فزان وأبناء طرابلس. هنا نتذكر الحكم القابع في طرابلس وفي الغرب الذين مسيطرين على مؤسساتنا وهي مؤسسة النفط، مؤسسة كل الليبيين، ومؤسسة مصرف ليبيا المركزي، ومؤسسة الاستثمار الخارجي. هذوما أخوان
وجابوا لنا داعش وجابوا لنا المرتزقه. نحيي كل ابناء الشعب الليبي اللي التفوا حول القياده والتفوا وانتفضوا لتحرير الوطن من العملاء والخونه والمرتزقه. ونحيي ابناء بنغازي، يحيوك يا سياده المشيره كان حرب خليفه بالقاسم حفتر، ومعك في الضراء وفي السراء اللي حتى يتسنى لنا الخروج وطننا الحبيب من هذا النفق المظلم الذي دخلونا منه العملاء والخونة والمرتزقة. هنا نقول نرجع نقول 3 سنين ومسكر النفط، 3 سنين مسكر النفط، وفلوس فلوس الدولارات يضخن في جيوب وفي شركات للأخوان والمقاتلة. وبعد ما جاء سيادة المشير وحرر النفط وحرر بنغازي وحرر درنة وحرر سرت وحرر جنوبنا الحبيب من الخونة والمرتزقة والإرهابيين، وتحرك معاه كافة الشعب الليبي وحرر بلادنا، وصار على النفط كم قامت الدنيا ولم تقعد عليه، بما فيهم صنع الله وبما فيهم الكبير بما فيهم باشا آغا بما فيهم كل المرتزقة كلهم خونة وكلهم عملاء. نحيي المشير أركان حرب خليفة بالقاسم حفتر، ونقول نحن كشباب بنغازي وكل الشعب الليبي معك يا سيدة المشير خليفة بالقاسم حفتر، الذي أنت بشروطك أمليت على المجتمع الدولي وعلى أمريكا تأخذ شروط يتم التوزيع العادل للسلطة مكافة ما بين الشعب الليبي في برقة وفي فزان وفي الغرب الحبيب. ونترحم على شهدائنا، ونترحم على شهدائنا، ونحن كل الشعب العربي الليبي كل الشعب الليبي صفا خلف المشير خليفة بالقاسم حفتر، ومفوضين المشير كان حرب خليفة بالقاسم حفتر، وما عندناش علاقة باللي ساير في الصخيرات واللي ساير في جنيف واللي ساير في الغرب. الفكرة. نحن علينا مكافحة الإرهاب، الإرهاب اللي جانا أمس في سبها إرهاب دولي. شكرا. نعطي أحد المواطنين أخرى. القائد العام أوصى بتحسين الوضع المعيشي، وذلك قام بفتح هذا القرار وفتح النفط بتوزيع عادل وبشروط دولية وتوزيع عادل للإيراد. بسم الله الرحمن الرحيم، نحييك وحيي كل عاملين قناة الحدث، بارك الله فيكم. أنا طارق المسماري من نشطاء ساحة الكيش ومؤيدين لعملية الكرامة وثورة الكرامة. نحن مع سيادة المشير، أنا ما نبيش طبعا أيوة نزيد على كلام خوي عبد اللطيف، بارك الله فيك، قال كلام طيب، وفعلا نحن يعني مع القيادة العامة، لأن كل القرارات حكيمة. كل الشعب الليبي لما نزل وفوض سيادة المشير نحن أعطيناه كل الصلاحيات بأي قرار، لأنه قرارات حكيمة وتعود إلى مصلحة ليبيا والشعب الليبي بالخير، وهذا هو الخير الحمد لله رب العالمين. بعد ما قفل المواني وكان مطالب من الشعب الليبي، والحمد لله الشعب الليبي صبر وقعد يعني صبره كبير، وبارك الله فيهم كل الصابرين الصراحة، والحمد لله إن شاء الله بعد صبرهم هذا مجيء للفرج، وهذا قرار حكيم بإذن الله بعودة فتح المواني وتوزيع الميزانية العادلة. هذا هو اللي نحن محتاجينه، وبارك الله فيه. كان في ضغوطات من سيادة المشير وشعب الليبي على كل العملاء الخونة، لكن الحمد لله الآن بعد هالتحرير الكبير إن شاء الله لإصدار النفط ستعود الميزانية إلى الشعب الليبي من جديد، وبارك الله فيكم ونحييكم، ونحن مع سيادة المشير والقيادة العامة، بارك الله فيكم. نعم بالتأكيد. إذن هكذا كانت ردود الزميلي عبد القادر في الشارع بخصوص قرار القائد العام القوات المسلحة بإعادة استئناف النفط. نعم بالتأكيد، شكرا لك مراسلنا في مدينة بنغازي عطية العبيدي على ما أطلعتنا به، وكذلك أرى المواطنين الذين كانوا معك. أيضا ينضم إلينا الآن المحلل السياسي أحمد فنير، أهلا بك. وأكرر ذات السؤال عن ما تحوي هذه الكلمة من رسائل ضمنية، وكيف تقرأ ما بين سطورها؟ نعم، السلام عليكم ورحمة الله أستاذ عبد الجابر، لك ولكافة العاملين في قناة الحدث الفضائية تحية للشعب الليبي العظيم في هذا اليوم، يوم الجمعة المبارك. تابعنا منذ قليل كلمة القائد العام المشير خليفة حفتر، والتي جاءت فيها عدة رسائل. الرسالة الأولى جاءت بأن القيادة العامة تتابع معاناة الشعب الليبي، وأن القيادة العامة أيقنت بأن كل المبادرات المحلية والدولية لم تتطلع إلى معاناة شعبنا المعيشية في الكهرباء والدواء والغذاء والمحروقات وإلى آخره، إلى حرية التنقل وإلى آخره من الحقوق التي يجب على
المؤسسات الدولة أن توفرها. ثم انتقل القائد العام إلى القول بأن القيادة العامة هي مستعدة بتقديم التنازلات دون المساس بالمحاور الأساسية أو المصالح العليا للوطن، ومن أهمها إخراج كافة المستعمرين الغزاة والميليشيات التابعة لها مثل الميليشيات السورية والتركية. وانتقل المشير إلى قوله بأنه وبعد قرار الشعب الليبي العظيم من قاعدته الاجتماعية ونظامه الاجتماعي ونظامه المدني في قبائله ومؤسسات المجتمع المدني، عندما تم إقفال النفط بقرار شعبي اجتماعي مدني، ثم نقلت هذه المهمة إلى القيادة العامة والبرلمان. الآن قررت القيادة العامة فتح النفط بالتشاور مع الإدارة الدولية، ولكن ما نؤكد عليه إلى شعبنا وإلى المجتمع المحلي والدولي أن فتح النفط غير كافي. النفط يريد قناة شفافة تعود بالخير على الشعب الليبي، تعود بالخير بتنمية هذه العائدات على البنية التحتية للبلد، على التعليم، على الصحة، على المعاناة اليومية التي يعانيها المواطن. نحن نقول بأن جيشنا هو صاحب التنازلات الأولى في مختلف المحافل المحلية والدولية، ولكن أستاذ عبد الجادر لمن يقدم جيشنا التنازلات؟ يقدم لحفنة من الميليشيات الإرهابية التي تحمل السلاح ضد الدولة. الجيش يريد طرف صادق محلي، وجهاء وأعيان القبائل، رجال سياسيين يتسمون بالشفافية والوطنية، ولكن إلى الآن نحن نقول بأن تحركات الجيش مستمرة إلى حين إنهاء الميليشيات، تحركات الجيش مستمرة إلى حين قيام حكومة موحدة، والجيش لن يبقى في مرحلة هدنة أو مرحلة خمول أو تكاسل، إنما الجيش موجود ومتواجد في كل الفيافي والمدن والقبائل، ولكن يقول للمجتمع المحلي الليبي والمجتمع الإقليمي والدولي نحن لازلنا موجودين، وإذا كانت ورقة النفط تعود بالخير على شعبنا نحن كقيادة عامة مستعدين لذلك. وهذا لسان القيادة العامة، وهذه الكلمة المهمة والكبيرة في معناها التي جاءت عن السيد القائد العام، ونحن نحييه في هذا اليوم. نحن نتوجه بالتحية إلى الشعب الليبي العظيم في مختلف أنحاء ليبيا بذكرى 89 لإعدام شيخ الشهداء. إنه يوم الفرح والسرور والشموخ، وليس يوم الخنوع والبكاء والدل. نعم سيد أحمد، لاعب أساسي تم التطرق إليه في بيان المشير خليفة حفتر وهو المواطن الليبي الذي لم يتم الالتفات إليه من خلال المبادرات السياسية التي طرحت والتي باءت جميعها بالفشل كما أشار المشير خليفة حفتر. هل لك أن توضح لنا هذه النقطة؟ نعم، هذه النقطة أستاذنا الفاضل بدأت منذ العام 2014. مشير خليفة حفتر في 14 فبراير 2014 من العاصمة الليبية طرابلس أصدر بيان جاء فيه بأن يجمد عمل الإعلان الدستوري وما يسمى المؤتمر الوطني العام، وتنقل إدارة البلد للجيش وتقام سلطة تشريعية وحكومة، لكن الميليشيات المؤدلجة سياسيا والتي تحركها جماعة الإخوان وبقايا الليبية المقاتلة التي خرجت من السجون، والمنظومة الدولية التي تمول بالسلاح والمال جاءت وقالت لا نريد برلمان وسننقلب عليه. الميليشيات زحفت بصناديق الذخيرة على صناديق الاقتراع، أحرقت المطار، أحرقت البترول في طرابلس. المنطقة الغربية خاضت حرب 11 شهرا قادها اللواء إدريس مادي التابع للقيادة العامة ورئاسة الأركان، إلى أن حمل جيش والغرفة عمليات المنطقة الغربية أنذاك حمت السلطة التشريعية والحكومة وانتقلت إلى الشرق، واستمرت إلى أن جاء مطب الصخيرات الذي نعتقد بأن البرلمان قد أخطأ في ذلك عندما جلس مع مجموعة من ميليشيات إرهابية زحفت على قرار الشعب الليبي وصناديق الاقتراع. وهذه أحد التنازلات التي أشار إليها سيادة المشير ضمنيا. الشعب الليبي في برلمانه وصوته المتمثل في برلمانه قدم التنازل عندما جلس مع حفنة من الميليشيات الإرهابية في الصخيرات، وقدم التنازل بحوالي 5 محافل دولية و5 مؤتمرات، وقدم التنازل داخليا عندما حتى الجيش توجه من الشرق والجنوب باتجاه الشمال في 4/4، لم تطلق رصاصة على مدينة أو حي ولم يتم اقتحام مدن عسكريا. رد الجيش على مصادر النيران فقط،
ولو كان الجيش يريد سياسة الاقتحام وسياسة والعملية العسكرية الصرفة لكانت المنطقة الغربية منذ شهر 6 أو 7 2019 تحت يد الجيش. بالمقابل نظر الذي جلب الأجنبي جلب ثامن جيش في العالم، ثاني قوة في الناتو، تركيا ومكنها من الغزو ثم الاحتلال، والآن استعمرت المنطقة الغربية وسيطرت في 4 أشهر بطيرانها المسير وترساناتها البرية والبحرية والجوية الحديثة على الغرب الليبي. هنا الجيش وضع المشير خليفة حفتر المنظومة الدولية والإقليمية والمحلية في موقف محرج. ها هي طرابلس يا عالم، ها هي مغزية ومستعمرة من تركيا، لندعكم ماذا ستفعلون؟ منذ 13/4 عندما تم اقتحام الساحل ودخلوا إلى غرفة عمليات صبراتة بقيادة اللواء عمر عبد الجليل الذي فقد أبنائه الاثنين، وقاعدة الوطية العظيمة التي صمد فيها الأبطال 6 سنوات وصولا للجبل وصولا للأصابعة، هذه برهنت العمليات الإجرامية للميليشيات في صبراتة وصرمان والوطية والأصابعة وترهونة على حقيقة هذه الميليشيات أمام المنظومة الدولية، واتجهت المنظومة الدولية والإدارة الدولية ونقصد هنا أمريكا إلى إيجاد حل سياسي. ولكن نقول إن المشكل الليبي لا يعاني حل سياسي. مشكل نعم وصلت الفكرة. المحلل السياسي أحمد فنير، ونعتذر منك لضيق الوقت، إذن شكرا جزيلا لك. We'll be right back.
تمكنت الأجهزة الأمنية بمنطقة الفرين شرق مدينة طبرق وبمساندة الكتيبة 401 التابعة للقوات المسلحة، تمكنت من تحرير مجموعة من المهاجرين غير القانونيين كانوا في أسر عصابة تهريب. جاء ذلك بعد ورود معلومات إلى قسم التحرر بمركز شرطة طبرق حول وجود وكر ومخزن للهجرة غير القانونية لتتم مداهمته وإطلاق سراح المهاجرين الذين كانوا مكبلين في السلاسل، حيث نقلوا إلى المستشفى لتلقي الإسعاف والعلاج. ينضم إلينا الآن مراسلنا أحمد جمعة من الحقول النفطية ليطلعنا على تفاصيل الحقول. أهلا بك أحمد وإليك الهواء. نعم، بالتأكيد بعد إصدار القيادة العامة لقرار فتح البترول اليوم، أيضا جهاز حرس المنشآت النفطية واللواء نجد المغربي أصدر قرار وطالب الشركات النفطية وجميع الشركات النفطية بمزاولة العمل وكذلك فتح البترول. هذه القرارات أتت بعد النظر لمصلحة المواطن بشكل مباشر وتردي الخدمات داخل المدن الليبية من انقطاع الكهرباء وأيضا شح السيولة وباقي الأسباب التي جعلت القيادة العامة تنظر لمصلحة المواطن بشكل مباشر. أيضا القيادة العامة في قرار تاريخي لأول مرة وضعت شروط توزيع البترول بشكل عادل على جميع الأقاليم وجميع المدن الليبية، وهذا قرار لأول مرة يتم إصداره في تاريخ ليبيا. أيضا شرطت القيادة العامة ضرورة مراقبة الأموال التي تنتج عنها عملية إصدار البترول بعدم ذهاب هذه الأموال وهذه الإيرادات للميليشيات المسلحة. فيما يخص المدعو صنع الله، يبدو أن المدعو صنع الله لا يرغب في فتح البترول ولا يرغب في حل هذه الأزمة من خلال القرارات التي والحديث الذي تحدث عنه عبر صفحة المؤسسة الوطنية للنفط وطالب بعدم فتح البترول والأسباب تبدو مجهولة. فيما يخص الوضع الأمني داخل المواني والحقول النفطية، حرس منشآت النفطية يقوم بتأمين هذه المواني والأمور داخل المواني النفطية وكذلك الحقول تسير على ما يرام والوضع الأمني يسير بشكل ممتاز. بالتأكيد. نعم، شكرا جزيلا لك مراسلنا في الحقول النفطية ومفادنا في الحقول النفطية أحمد جمعة، شكرا جزيلا لك. إذن مشاهدينا هكذا نكون قد وصلنا وإياكم إلى ختام هذه النشرة، وهذا تذكير بأبرز ما جاء فيها. القائد العام المشير خليفة حفتر يصدر تعليماته باستئناف تصدير النفط بشروط. حرس المنشآت النفطية يصدر تعليماته للشركات النفطية بتصدير النفط بناء على تعليمات القائد العام. القوات المسلحة والأجهزة الأمنية بطبرق تخلص مهاجرين غير قانونيين من أسر عصابة تهريب. لمزيد من الأخبار تابعوا قناة ليبيا الحدث عبر مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك تويتر يوتيوب وإنستغرام، وبإمكانكم أيضا تحميل تطبيق القناة عبر أجهزتكم المحمولة، كما يمكنكم متابعة البث المباشر على موقع القناة الرسمي ليبيا الحدث .net. حتى يتجدد بكم اللقاء، دمتم في أمان الله. We'll be right back.